السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي، نشرح اليوم درس جديد في علم النحو، وهو أقسام الاسم. أقسام الاسم ينقسم إلى النكرة والمعرفة، وأنا بقول أقسام الاسم وليس الفعل وليس الحرف، ماشي؟ النكرة والمعرفة. نبدأ بالنكرة. هو اسم يدل على شيء غير محدد، أو شيء غير معين، يبقى شيء مش محدد. شيء ايه مش محدد؟ احنا بنسمع في الافلام تلاقي ممثل بيقول للممثل الثاني انت نكره. يعني ايه انت نكره؟ يعني انت ملكش قيمه، انت محدش يعرفك. طيب زي ايه النكره ده؟ زي مثلا قرات قصه اي قصه، ما اعرفش، جاء رجل اي رجل، ما اعرفش. طب المعرفه معناه هو اسم يدل على شيء محدد. جاء محمد، اذا انا عرفت من اللي جاء محمد. جاء الموظف، يبقى انا عرفت من اللي جاء الموظف. عرفت واحد محدد، حددناه بالالف واللام هنا. طيب ثانيا ننتقل الى اقسام المعرفه. اقسام المعرفه اول قسم او اول نوع فيه العلم او الاعلام. العلم او الاعلام ده اسم يدل على او اسم بيتكلم عن اسماء الاشخاص، زي مثلا محمد، احمد، او اسماء البلدان زي السعوديه، زي مصر، او الكنيه. يعني الكنيه ابو بكر، ابو حفص، دي اسمها الكنيه. ابو عبد الله اسمها الكنيه. طيب او اللقب زي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، اما نقول عليه الفاروق دي اسمها لقب ومعرف لانه ده لقب. طيب ثاني نوع في المعارف الاسم النكره، اذا اضيف له او اللي هو ابتدى بايه، الف واللام، ابتدى بايه، بالف واللام، زي مثلا القصه، الفصل، المدرسة، يبقى أي اسم فيه ألف واللام في الأول اسمه معرف بألف واللام، يبقى ده معرفة، اسمه معرف بألف واللام. ثالث نوع الضمائر سواء متصلة أو منفصلة. متصلة زي فصله، الهاء هنا، زي مدرسته، الهاء هنا، مدرستهما، فصلهما، بيتهما، بيتهم، كل دي اسمها ضمائر متصلة. طب الضمائر المنفصلة زي أنا، نحن، أنت، هو، هي، إلى نهاية الضمائر. رابع نوع أسماء الإشارة. أسماء إيه؟ الإشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك، إلى النهاية. دي أسماء الإشارة. أسماء الإشارة كلها إيه؟ معرف أو كلها معرفة. طيب خامس نوع أسماء الموصولة أو الأسماء الموصولة. أسماء الموصولة زي إيه يا أستاذ؟ أسماء الموصولة زي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، ومن للعاقل، وما للغير العاقل. يبقى إحنا قلنا خمسة أنواع نتذكرها: الأعلام، والاسم النكرة لو حطينا فيه ألف واللام في البداية، والضمائر قلنا متصلة والمنفصلة،
والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وآخر نوع المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة زي إيه؟ إحنا قلنا في الأول نتذكر، إدينا مثال على الاسم النكرة، قلنا قصة. طب ما نقول قرأت فين الفاعل اللي هو أنا؟ طيب قرأت قصة الرحمة، يبقى قرأت دي فعل وفاعل، قصة دي المفعول به. طب بس القصة هنا نكرة، لو قلنا قرأت قصة بس كده وسكتنا، قصة هنا نكرة، ما يقول استخرج اسم نكرة يبقى قصة. طيب لما نقول قصة الرحمة، يبقى احنا عرفناها بالإضافة، أضفنا ليها اسم بعد بألف ولام. أو لما نقول قرأت قصة محمد، محمد هنا برضه عرفناه بالإضافة لأنه اسم عالم معرف بالإيه؟ بالعالمية. يبقى المعارف أنواعها، واحد العلم أو الأعلام، اثنان اسم النكرة، ثلاثة الضمائر، أربعة أسماء الإشارة، خمسة الأسماء الموصولة، رقم ستة أو سادسة مضاف إلى معرفة، زي مررت ببيت محمد، مررت ببيت الرجل، كل دي اسماء مضافة إلى معرفة. والسلام عليكم ورحمة الله، نتمنى أن نكون قد وفقنا في شرح هذا الدرس.